الاستثمار في قطاع الطيران المدني من قمة تهدف إلى جمع جميع المستثمرين في قطاع الطيران المدني تحت منصة واحدة للتعرف على مجالات الاستثمار في قطاع الطيران المدني. فرصة أن الشركات اللي أصحاب أفكار استثمارية ويريدون يروجون لهذه الأفكار، هذه القمة هي فرصة لعرض منتجاتهم. كذلك نحن عندنا المستثمرين المحليين في دولة الإمارات العربية المتحدة في فرص استثمارية في دولة الإمارات حابين يعرضونها للي حاضرين لهذه القمة من جميع أنحاء العالم. اليوم قطاع الطيران المدني والحمد لله في دولة الإمارات يتمتع بسمعة جيدة من خلال البنية التحتية في هذا المجال، من ناحية مطارات، من ناحية شركات الطيران اللي هي تعتبر رافد قوي لهذا القطاع.